السلام عليكم اعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. معانا يا شباب 3 مواقع لربح عملة ترون ليتكوين بيتكوين كاش. 3 مواقع يا شباب ملهمش حد أدنى لسه، ملهمش فترة معينة للسحب، السحب شغال على طول. كل اللي عليك هتحط عنوان محفظة الفوست باي زي ما هوريكم دلوقتي. هنخش كده على محفظة الفوست باي، هندوس على ديبوزيت وهنيجي نختار العلوين. اول عنوان هناخده عنوان الترون، عملة ترون يا شباب، وهنيجي نخش على الموقع ونحط العنوان هنا اهوت في الخانة دي بيست، وبعد كده هنحل الكباتشة اللي قدامنا ديت بالشكل ده. احسن حاجه في المواقع ان هي ملهاش زمن معين، كل تقدر تشتغل على طول، يعني تخلص تعمل ريفريش وتكمل اللي بعديها وهكذا يا شباب. هنختار الدراجه كده، خلاص هندوس له تاكيد. اه يا شباب هندوس على كلمه جود ديت، هيقول لي ارسل لي قد ايه دلوقتي. هننزل تحت اهو يا شباب، ارسل لي 210,000 على الفوست باي. 3 عناوين يا شباب هناخدهم بطريقتكم عليها ديت. هنخش كده نشوف المبلغ وصل ولا ايه. ادي يا شباب ادي الاول اهو 210 ترون، يعني الموقع نقدر نعمل ريفرش كده للموقع تاني ونكمل وهكذا على طول بدون توقف، اهو مفيش اي مشاكل. هتحل الكباتشا على طول وتحصل على ايه العملة، مفيش ولا تستنى 5 دقايق ولا 3 دقايق ولا الكلام دوت، يعني ايه على قد ما تقدر اشتغل عشان الصنابير زي دي ما بتطولش وبتخلص بسرعة. لو يا شباب وبعد كده ندوس جو. تمام اهو يا شباب كده ايه حول اهو، برضو نخش على المفوسيت ونعمل ريفريش. ادي السحب التاني اهو، الاول اهو والتاني اهو يا شباب. هنرجع بقى ايه على الليت كوين، هنحط العنوان هنا وبعد كده هنحل الكباتشة برضو. اهو يا شباب طالب دراجة، هندوس له على الدراجة ونعمل تأكيد، وبعد كده بننزل تحت ندوس جو، ننزل تحت بعت لي 100 يا شباب من عملة الليت كوين برضو بدون توقف. 3 مواقع هننزل تحت كده، ادي 100 اهي يا شباب. تمام هنخش على البيت كوين كاش، هنحط العنوان برضو ونعمل وندوس مطالبة. اهو يا شباب شوف العملة اللي انت عايز تشتغل عليها، اشتغل عايز تشتغل على التلاتة اشتغل، دي حاجة ترجع لك. ابعت لي 22 يا شباب. هنخش على الفوست باي ونعمل ريفريش. اهو يا شباب 22 اهو. وبكده يا شباب الموقع 3 مواقع كويسين وشغالين، اللي حابب يشتغل عليهم يشتغل. وبكده اكون انتهيت من الشرح، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.